الخامسة والربع من صوت لبنان مع تحيات إلسي كفوري خميس، ريتا أسعد والمخرج بيير جام. ماذا أولا في العناوين؟ كب على دراسة أرقامها على وقع اعتصام لمستخدمي الضمان الاجتماعي، في وقت أكد رئيس الجمهورية أن رواتب الفقراء والطبقة المتوسطة خط أحمر. وقبل الدخول في التفاصيل نشير إلى أن محكمة إماراتية أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق اللبناني عبد الرحمن شومان وبالسجن لعشر سنوات بحق اللبنانيين أحمد صبح وحسين بردة بعدما دانتهم بالتخطيط لشن هجمات لمصلحة حزب الله، وبرأت خمسة لبنانيين آخرين في القضية ذاتها هم حسين زعرور، علي فواز، مصطفى كريم، محسن قنصو وجهاد فواز. وقد أوقف اللبنانيون الثمانية في الإمارات السنة الماضية بتهم تشكيل خلية إرهابية والتخطيط لهجمات إرهابية في الإمارات بناء على أوامر من حزب الله. إذن لبنان يودع غدا صانع الاستقلال الثاني الذي يسجى جثمانه في بكركي بعدما عاد إليها في موكب شق طريقه وسط الحشود الشعبية التي اصطفت على جوانب الطريق الساحلي من الأشرفي حتى الصرح البطريركي. جوزيفين أبي غصن. في جو عابق بالبخور والقداسة يسجى جثمان الراحل الكبير مارنوسلا بطرس فير في كنيسة سيدة الصرح الداخلية على وسادة سماقية اللون بلون وشاح السيد المسيح على الجلجلة، وجهه باتجاه المؤمنين وكأنه يحتفل بالذبيحة الإلهية، خاتمه بيده وعصاه بقربه ومحاطا بست شموع وهو العدد نفسه الذي يوضع على المذبح عندما يحتفل البطريرك بالذبيحة الإلهية. جثمانه وصل إلى الصرح البطريركي عند 11:45 حيث أعد له استقبال وفق التقاليد المارونية لجناز الأحبار كونه رئيس الرؤساء وأب لشعب ومسؤول عن شعب، فقرعت الأجراس وأطلقت المفرقعات النارية، واستقبله البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي عند المدخل الخارجي للصرح، وإلى جانبه المطارنة الآباء عدد من النواب رئيس المؤسسة المارونية للانتشار وحشد غفير من أبناء كرة كسروان خصوصا ريفون مسقط رأسه وغصة مسقط رأس والدته، ومن فوق سيدة لبنان ودعته في شهر عيدها ويوم عيده بدمعة رجاء. وبين رايتي ريفون وغصطة دخل نعش الراحل المنحوت على يد الفنان رودي رحمي مرفوعا على الأكتاف، دخل بوابة بكركي الأساسية فأديت له التحية العسكرية وعزفت له موسيقى قوى الأمن الداخلي لحن التعظيم، وسار النعش والصليب أمامه وصولا إلى كنيسة سيدة الانتقال في الصرح البطريركي، حيث رفع البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي صلاة البخور وتولى بعدها مطارنة الأبرشيات الاحتفال بقضاديس المرافقة على مدار الساعة. هذا وواصل البطريرك الراعي تقبل التعازي من الشخصيات السياسية الدينية والمدنية، ومن أبرز المعزين وزير الإعلام جمال الجراح الذي قال: بطريرك الاستقلال الثاني اللي كان منارة لكل الوطنيين وكل الاستقلاليين وكل السياديين في لبنان على مدى حياته، بطرك سفير هو خسارة كبيرة وكبيرة جدا لكل اللبنانيين لأنه سطر تاريخ لبنان بأحرف من ذهب وكتب عليها المعاني الحقيقية للحرية والسيادة والاستقلال. الوزير السابق ألان حكيم قال: بنقدم أحر التعازي للشعب اللبناني والمواطن اللبناني وخاصة لصرح البكركي، وبنطلب أنه هالسيادة تضل على أكيد من أهم الرموز لها الصرح. واستقبل البطريرك وفدا من تيار العزم برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي الذي وصف البطريرك باللبناني الأصيل بكلمتين: لبناني أصيل. لا بد أن أقدر أمر آخر لدي هو تداول السلطة، ومن النادر أن نجده في السياسة اللبنانية وفي السلوك اللبناني أن يتنازل أحد عن منصبه، فهو تنازل عن طيبة خاطر لأنه يريد أن يخدم الطائفة. كما زار الصرح وفد من تيار المستقبل تكلم باسمه الأمين العام أحمد الحريري: هذه التعزية عم تجي برجل كبير بالنسبة لنا بتيار المستقبل،
اللي حيبقى فيها البطرك تصفير رسالة لجسدت قيامة هذه الدولة ومثلت ميثاق هذه الدولة واعتدال هذه الدولة، كان ضميره اللي حيبقى دايما هو شعلة الحرية بهذا البلد. وزار الصرح وفد أردني تكلم باسمه أمين عام مجلس الكنائس الأب إبراهيم دبوت. لا شك أن غيابه عن المشهد قد أحدث فراغا ليس من السهل إشغاله، لكن ثقتنا بالرب يسوع وسط حزننا وألمنا على فراقه نستذكر وعده الأمين للكنيسة بأن يكون معها طوال الدهر، ووعده أيضا بأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها. وزار الصرح معزيا بعد الظهر رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. إلى ذلك كنيسة سيدة الصرح ستفتح أبوابها حتى 10 مساء لاستقبال المؤمنين لوداع البطريرك مار نصر الله بطرس صفير. من بكركي جوزيفين أبي غصن، إذاعة صوت لبنان. جثمان الراحل الكبير نقل صباحا من مستشفى أوتيل ديو إلى الصرح البطريركي في نعش نحته الفنان رودي رحمي. مجدولين عيد. بالحزن المليء بالرجاء بدأ في الصباح الباكر مشوار وداع من أعطي له مجد لبنان، البطريرك مار نصر الله بطرس صفير في رحلته الأخيرة من مستشفى أوتيل ديو. فتجمع حشد من المواطنين مع الطاقم الطبي وشخصيات سياسية وروحية ملأوا الباحتين الداخلية والخارجية لإلقاء النظرة الأخيرة على البطريرك التاريخي بعدما سجي في كنيسة المستشفى وهو يغفو في نعشه الذي يزن 250 كيلوغرام ليحمل رجلاً في حجم وطن بين زيتون وادي قديشة وأرز لبنان وصخور بكركي وبالنحاس الأصفر اللون الفاتيكاني، وهو من تصميم النحات والفنان اللبناني المبدع رودي رحمي الذي عرف عن تحفته بهذه الطريقة عبر إذاعتنا. أترك صير الملفوف اليوم بهذا جذع الزيتون يلي مع صخرة بكركي، خشبة الزيتون يلي هيدي الخشبة يلي كتير نحن بنعرفها إنه بينقال عنا كله منه وتركه بعد الحبات للطيور للعالم اللي بتمروا. هيكين هو هيكين مفتوحة إيدي لكل العالم لكل وجعات العالم. هو هذا الصلب الصامت يلي عايش بتحسيه وكأنه عم بيدعس بإجراء كل المعاصر يلي بنشوفها، هيدي المعاصر يلي تلت له تيابه من اللون وأصبح الزيت لونه أرنازي اللون قريب للأحمر. بس بيكفي إنك بقلب واحد تحملي صليبك بسكوت تام وتقولي إنه أنا بدي ضلني صلي، وهذا الصلاة اللي كان دايما يصليها. لبنان ذو حرية ووجه حرية، قيموا عنه الحرية ما بيبقى لبنان. قرابة 8 صباحا وعلى وقع نشيد الموت والتحية الأخيرة لسلم من قوى الأمن الداخلي وتصفيق وزغاريد المشاركين ونصر الورد والأرز، أخرج جثمان البطريرك 76 في يوم عيد ميلاده 99 ليسير إلى دار الخلود. وانطلق الموكب المهيب مرورا بمحطات عدة، أولها جسر برج حمود ونهر الموت، في وقت اصطف الألاف على طول الطريق التي ازدانت بصوره وباللافتات التي حملت أقوالا له وعبارات، وألقوا نظرة الوداع على من استحق لقب بطريرك السيادة والحرية والاستقلال الثاني. أكبر خسارة للبنان إنسان علمنا الإيمان والوطنية وحمينا بالأيام الصعبة. هذا قديس يعني تاريخ، هو تاريخ لبنان بحد ذاته ما بتكرر مثلاً. هذا يوم حزين كثير يعني على أنه هو رجل حر، رجل الاستقلال، نحن منحبه كثير الله يرحمه. بطل من أبطال لبنان، أرزة شامخة تلعلع في سما لبنان. هذا يوم تاريخي مثل ما كان هو رجل تاريخي واستثنائي، هذا يوم استثنائي تاريخ لبنان. مسيرة أعوام طبعها أيقونة الكرسي البطريركي بإنجازات ومحطات من تاريخ لبنان قبل أن ينسحب إلى عليائه. مجدلين عيد، صوت لبنان. نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ أكد في حديث إلى برنامج نقطع السطر عبر صوت لبنان أن البطريرك صفير دخل مشروع القداسة في السماء والتاريخ في الوطن. هو مرجعية معنوية كان ووطنية، إنما ليس عنده الأدوات اللي بتسمح له إنه يفرض على المعطلين وعلى الخارجين عن الدستور وعلى الناس اللي خطفوا البلد وحطوه بإيدين حزب الله وحطوه باتفاقات دمرت لبنان ووصلتنا اليوم لحالة الإفلاس اللي نحن فيها. البطرك بوقتها صفير شو قادر يعمل؟
غير أنه يقول هيدا هو طريق الحق. هاي سيبتي وبوصلي ركزها ببكركي. بترك الراعي لما بيجي حكي الكلام كتير كبير بالنسبة للفراغ والتعطيل والخروج عن الدستور وعن الجيش وحصرية السلاح، ما هي سوابة بكركي بدهم يلتزموا فيها بيخلص لبنان، ما بدهم يلتزموا فيها عم ينهار لبنان. البترك ما في عنده جيش وقوى أمن، مفروض أنه الشعب هو اللي ينظم حاله تقدر يترجم كلام بكركي. كيف استقبل المواطنون على طرقات جثمان الراحل قبل الوداع الأخير؟ رنا ريشة. لحظات حزن ورجاء بالقيامة يعيشها اللبنانيون الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر في محطات مختلفة من أوتوستراد كسروان بانتظار إلقاء التحية الأخيرة على جثمان البطريرك مار نصر الله بطرس صفير. رجالا ونساء حملوا الورود وصور البطريرك الراحل والعلم اللبناني بمشهد مهيب لا يختلف عن مشهد استقبال البابا بنديكتوس السادس عشر عام 2012 والبابا بولس الثاني عام 1997. وبكلماتهم وزغاريدهم بادلوا بطريركهم الكبير كل التقدير والحب. نحن أول شيء بدنا نقول له بس سيدنا الله يكون معك، صلينا من فوق من عليائك. سيدنا كان رجل ذو كلمة حرة، كان مواقفه جريئة جدا، فمنقول له روحك بالسماء. انت انتقلت بالجسد، بس روحك معنا وعم تخيم فوقنا. ما حبينا يقطع سيدنا البترك خير بدون ما نكون عم نودعه، بدون ما نكون عم نعبر له عن وفائنا وعن تقديرنا. حبينا ننزل على الشارع حتى قبل ما يوصل على بكركي، تنكون عم نرافقه، تنكون معه من البداية حتى النهاية بكل شيء، لأنه هو ما تركنا وكان معنا بكل محطات لبنان. إن شاء الله بتكون نفسه بالسماء ويترقف فينا وبلبنان، كان عطينا قوة، كنا اخدين روح فيه. بفتكر بتركنا هيدا بترك لبنان كله، الجنوب والشمال والبقاع، مش بس نحنا بكسروان، كان لكل العالم، كان يناشد انه نمد ايدنا لخينا الانسان الثاني. اللبنانيون تقيدوا بالتدابير اللوجستية والتوجيهات التي وضعت ليشارك في هذا الحدث الوطني اكبر عدد ممكن من المؤمنين ومحبي البطريرك صفير، وقد طلب منهم عدم استخدام سياراتهم الشخصية للوصول الى بكركي، بل الاستعانة ببساط وضعت في محطات في كسروان لتنقلهم الى الصرح البطريركي في بكركي. من يسوع الملك على أوتوستراد كسروان، رنا ريشة عيد، صوت لبنان. كيف تفاعل الناشطون على مواقع التواصل مع غياب البطريرك صفير؟ جيتا مارون. مواقع التواصل الاجتماعي ما زالت تعج بالكلمات المعزية برحيل البطريرك مار نصر الله بطرس صفير. الرئيس ميشيل سليمان غرد قائلا: أرضنا مقدسة أنبتت قديسين ورجال دين ودولة تاريخيين وأبطالا أمثال البطريرك صفير والإمام موسى الصدر والمفتي خالد وسواهم إلى الأبد. الوزير السابق اللواء أشرف ريفي دعا عبر تويتر بدوره المواطنين من كل المناطق للمشاركة الشعبية الكثيفة في تشييع البطريرك صفير رافعين الأعلام اللبنانية، وقال: كما كان في حياته رمزاً للعيش المشترك كذلك في رحيله، فلنودع بطريرك السيادة بما يليق بمقامه الجليل. الأعلامي بسام أبو زيد غرد واصفاً وداع المؤمنين للبطريرك الراحل قائلاً: كان مشهدا جميلا أن ترى اللبنانيين المتوجهين بسياراتهم نحو بيروت يقفونها جانبا لدى مرور موكب البطريرك صفير ويترجلون منها لتحية جثمانه الذي كان موكبه يتجه من بيروت إلى بكركي. وأضاف: إنه الوفاء على الأقل لمن سعى بشتى الطرق لوقف الحرب في لبنان، بينما كان آخرون يشعلونها في كل حين. الفنانة نقول الأسطى قال عبر تويتر: الموت حق، إنما الاستحقاق الأسمى يكمن بسيرة حياة ناصعة تخلد الحياة بالرغم من الغياب. أحد المغردين كتب: عسى أن يكون رحيل البطريرك صفير مدخلا لقيامة لبنان. مغردة كتبت تقول: سيكتب التاريخ اسمك على صفحات الخلود. وفي النهاية مهما قلنا لا يمكننا اختصار من سطر تاريخ لبنان بأحرف من مجد وكرامة. وإلى بيروت وصل ممثل أمير قطر وزير الدولة حمد بن عبد العزيز الكواري للمشاركة في جنازة البطريرك صفير. كما وصل إلى العاصمة اللبنانية أيضا رئيس مجمع الكنائس الشرقية في الفاتيكان الكاردينال ليوناردو ساندري على رأس وفد كنسي رفيع للمشاركة في مراسم جنازة البطريرك الراحل.
في السرايا تتواصل جلسة مجلس الوزراء، وأكد وزير الصحة جميل جبق الجلسة مسائية اليوم. كل التفاصيل مباشرة مع الزميلة رنا ريشاعيد. تفضلي رنا. نعم، يعني لم تنتهي بعد جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومي اليوم. من المفترض كان أن يقدم وزير المال مراجعة للأرقام النهائية بعد إدخال التعديلات عليها، ومن المتوقع أن يعني يكون هناك جلسة الجمعة على 1:30، ولن يكون هناك جلسة مسائية هذه الليلة. يعني في موضوع رفع الرسوم على المستوردات، وزير الاقتصاد يعني قبل أن ظهر أن لا شيء محتوما، في حين أن وزير الصناعة وائل أبو صعود أكد أن هناك يعني اتفاق على مجموعة رسوم نوعية على استيراد بعض البضائع. بموضوع التدبير رقم 3، يطرح وزير الدفاع طروحات عدة ذات مخارج قانونية، وسيكون له كلام بعد انتهاء الجلسة بهذا الخصوص. وقال أن من شأن هذا المخرج القانوني أن يعني يسحب فتيل النزاع الذي كان محتملا أن يحصل في هذا الموضوع. إذن حتى الساعة لم تنتهي بعد جلسة مجلس الوزراء، من المتوقع يعني أن تنتهي بعد ساعة على يعني حد أقصى، ولن يكون هناك جلسة مسائية، بل سيكون هناك جلسة يوم الجمعة عند الساعة 1:30، ومن المتوقع أن تكون الجلسة الأخيرة طبعا. شكرا رنا، ونواصل تقديم نشرة الأخبار. رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي خلال لقاء الأربعاء النيابي أعطى توجيهاته لكي تكثف لجنة المال اجتماعاتها لدرس الموازنة، وأن اقتضى الأمر عقد جلستين يوميا لإقرارها في فترة لا تزيد عن شهر، مشيرا إلى أننا ننتظر إنجاز الموازنة في مجلس الوزراء وإحالتها على المجلس النيابي، وفور حصول ذلك سنشهد إيجابيات على أكثر من صعيد. النائب قاسم هاشم أكد بعد لقاء الأربعاء أن الهدف من الموازنة تخفيض العجز بنسبة 9%. أكد دولة الرئيس أنه لا يجوز السقوط في شركتي الخليوي، ولابد من أن تستكمل اللجنة والمجلس النيابي متابعة هذا الأمر حتى النهاية، لأننا أخذنا على أنفسنا العمل على وقف الهدر ومواجهة الفساد أينما كان في دوائر الدولة. دعا رئيس الجمهورية ميشيل عون الجميع إلى التضحية قليلا، مؤكدا عدم المساس برواتب الفقراء والطبقة المتوسطة، وهذا بمثابة خط أحمر، وشدد على وجوب أن تكون الموازنة قادرة على التغيير الوجه الذي كان سائدا، وأن تحمل وجها اقتصاديا وتنمويا، وإلا لن تصطلح الأوضاع. موقف الرئيس عون جاء أمام وفد من المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة شارل عربيت. وفد رابطة قدامى القوى المسلحة نقل عن رئيس الجمهورية حرصه الشديد على حقوق العسكريين والمتقاعدين. بالنسبة للعسكريين فقد أكد فخامة الرئيس حرصه الشديد على حقوق العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وعائلاتهم في كافة الأسلاك العسكرية والأمنية، واعدا بذل قصارى جهده للحفاظ على هذه الحقوق. وعلى خط التحركات المطلبية، نفذت نقابة مستخدمي الضمان اعتصاما أمام السراي بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ملوحة بالإضراب المفتوح في حال المساس بالرواتب والحقوق. إلى ذلك، نفذ المساعدون القضائيون اعتصاما تحذيريا في قصور عدل بيروت والمناطق، احتجاجا على ما يتم تداوله من مناقشات في خلال إقرار الموازنة حول المساس ببعض الحقوق المكتسبة للموظفين. غرد النائب حسين الحاج حسن مؤكدا أن لجنة الإعلام والاتصالات ستتابع مناقشة ملف الخلوي، وستستمع في الأسبوع المقبل لممثلي شركة تاتش وألفا، وأضاف هناك مشكلة كبيرة في المناقصات التي تشمل التجهيزات والبرامج والمعدات والصيانة والسيارات والمحروقات والإيجارات والإعلانات التي لا لزوم لها. أفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز بأن وزارة المال اللبنانية ستنفذ كالمعتاد تعاملات الصرف الأجنبي مع البنك المركزي لسداد مستحقات المستثمرين المتعلقة بسندات تبلغ قيمتها 650 مليون دولار تستحق في العشرين من الجاري.
دعت السفارة الأمريكية في بيروت في تحذير روتيني الأمريكيين الذين يزورون لبنان إلى توخي الحذر وممارسة أقصى درجات الوعي بفعل التوترات المتصاعدة في المنطقة. موضوع ترسيم الحدود البحرية والبرية أبرز محاور محادثات مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد مع كل من رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري الذي كان قد التقاه أمس أيضا، كما التقى ساترفيلد وزير الخارجية جبران باسيل. رئيس الجمهورية ميشيل عون أبلغ ساترفيلد أن لبنان متمسك بسيادته برا وبحرا وجوا، وأن ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية يعزز الاستقرار انطلاقا من القرار 1701، ودعا الولايات المتحدة إلى المساهمة في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما لجهة احترام حدود لبنان البرية والبحرية وحقه في التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة. رئيس مجلس النواب نبيه بري قال عن لقائه ساترفيلد: إننا نسير بالاتجاه الإيجابي الصحيح، وهذا مرده للموقف اللبناني الموحد الذي يحفظ حقوقه في مياهه وأرضه وثروته النفطية. من جهة أخرى، دعا بري اللجان النيابية المشتركة إلى جلسة الأربعاء المقبل. نواصل تقديم نشرة الأخبار من صوت لبنان، وبالعودة إلى بكركي، فقد وصل في هذه الأثناء الموفد الباباوي الكاردينال ليوناردو ساندري، حيث يقدم في هذه الأثناء التعازي، وهو توجه فور وصوله إلى الصرح إلى الكنيسة الصغيرة حيث يسجى جثمان البطريرك الراحل البطريرك صفير. وننتقل مباشرة إلى صرح البطريركي مع الزميلة جوزفين أبي غصن. تفضلي جوزفين. نعم ريتا، في الحقيقة وصل الآن رئيس مجمع الكنائس الشرقية ليوناردو ساندري إلى صرح البطريركي، حيث يسجى غبطة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، وحاملا معه البركة الرسولية بركة البابا فرانسيس. وهو الآن يعني يلقي النظرة الأخيرة على البطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير، بعدها سيتوجه إلى صالون الصرح الكبير لتقديم التعزية للبطريرك الراعي. وعميد مجمع الكنائس الشرقية ليوناردو ساندري سيشارك غدا في جنازة الراحل، وستكون له كلمة هي الرسالة البابوية التي سيوجهها البابا فرانسيس في هذه الجنازة. من بكركي كانت معكم جوزيفين أبي غصن، عودة لمتابعة نشرة الأخبار. كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن قيام ميليشيات تابعة لإيران بنشر صواريخ قرب قواعد أمريكية في العراق، مهددا بالرد القوي على أي تهديد من ميليشيات الحشد الشعبي، وفق ما أفادت وكالة رويترز. تزامنا علقت هولندا مهامها في العراق لأسباب أمنية، إلى ذلك دعت الخارجية الأمريكية موظفيها غير الأساسيين لمغادرة العراق. وقالت السفارة الأمريكية في بغداد إن القرار مرتبط بتهديدات متزايدة. كما علقت ألمانيا تدريبات الجيش الألماني في العراق بسبب زيادة التوتر في المنطقة، ولفت متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إلى إمكانية تغير الوضع في العراق واستئناف التدريبات في أي وقت. إلى ذلك دعا المرجع الديني الشيعي علي سيستاني العراقيين إلى الحياد في الصدام بين الولايات المتحدة وإيران. في غضون ذلك أعرب الكرملين عن قلقه من استمرار تصاعد التوتر حول إيران، بالرغم من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الذي أكد عدم رغبة واشنطن في خوض حرب مع طهران. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: نرى أن تصاعد التوتر بشأن هذا الموضوع مستمر، متهما الولايات المتحدة باستفزاز إيران. وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أكد أن بلاده ستهزم التحالف الأمريكي الإسرائيلي. إلى ذلك أعلن مسؤول إيراني كبير استعداد طهران لكل سيناريوهات من المواجهة إلى الدبلوماسية، لكن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتحمل حربا أخرى في الشرق الأوسط، على حد تعبير المسؤول الإيراني الذي أكد لرويترز أن أي صراع في المنطقة ستكون له عواقب لا يمكن تصورها.
استأنفت شركة أرامكو السعودية ضخ النفط عبر خط أنابيب النفط بعد إغلاق مؤقت عقب هجوم استهدف محطتين لضخ النفط. واليوم وجهت السعودية والإمارات رسالة لمجلس الأمن والأمم المتحدة حول استهداف 4 سفن في ميناء الفجيرة ومنشآت نفطية في الرياض. سلطنة عمان أسفت لتعرض ناقلات للهجوم قبالة ساحل الإمارات، وشددت على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتجنب أي مسببات من شأنها المساس بأمن واستقرار المنطقة. فرنسا اعتبرت أن هجمات طائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين تصرف غير مقبول يهدد الأمن الإقليمي، وأوصت كل الأطراف بتجنب أي تصعيد يعرض محادثات السلام اليمنية للخطر. أكدت وزارة الخارجية السورية في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أن الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من أراضيها، وأن سوريا ستعمل على إعادته بكل الوسائل المتاحة باعتباره حقا أبديا لا يسقط. أفادت وسائل أعلام فلسطينية عن إصابة 60 فلسطينيا في خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة. نفى سفير العراق في موسكو ما نقل عنه من تصريحات بشأن اتخاذ بغداد قرارا لشراء منظومة صواريخ S-400. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو غدا غائم جزئيا من دون تعديل في الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، ولا سيما في المناطق الجبلية والداخلية. كان في النشرة في يوم الوفاء البطريرك الصفير يعود إلى بكركي قبل وداعه الأخير غدا. موفد للبابا في بيروت وأمير قطر يوفد ممثلا له للمشاركة في الجنازة. مجلس الوزراء يناقش موضوع رواتب على وقع اعتصام لمستخدمي الضمان. ساترفيلد يجول على المسؤولين، ورئيس الجمهورية يدعو الولايات المتحدة إلى المساهمة في ترسيم الحدود. سجنوا 3 لبنانيين في الإمارات بتهمة التخطيط لهجمات لصالح حزب الله. بهذا نصل إلى ختام نشرة أخبار 5:15. بعد النشرة تتابعون البرنامج السياسي المسائي مانشيت المساء والليلة، حلقة تكريمية خاصة في ذكرى رحيل البطريرك الماروني الكاردينال صفير.